انت منين يا سامح بقى؟ انا شبراوي. الله، بلدياتنا، جمهوريه شبرا. سلام، سلم عليا. سلم عليا شبراوي مع شبراوي. انا بس عايز اقول حاجه لسامح، ان هو النهارده هياكل. احنا كنا عاملين حسابه في صباع كفته، في صباعين بقى النهارده، وطبق رز كبير. ايوه، عشان شبراوي طبعا. شبراوي حلو يا محمود، سلطه روعه. تسلم ايديك. الخلطه الحلوه دي، بص بقى، ده نعناع، ده محمود، ده شويه نعناع اخضر وشويه بقدونس. حلو، صب لك شويه شاي. يا ريت. بعد الاكل ولا دلوقتي؟ في دلوقتي، في الكاتل اهو، هنصب. يلا نعمل لك شويه شاي. لا، لازم نرحب بيك يعني. ده اضافه كبيره جدا. سامح حسين يا جماعه معانا في سي بي سي يا جماعه، يعني اضافه جامده والله العظيم. انا من عشاقكم يعني. وروح حلوه والادب وكل حاجه جميله، ولا وشطاره في المطبخ. ايوه، لا وكمان يعني ومهنيا طبعا بقى، غير ان هو فنان محبوب. الفنان الجميل سامح حسين، انا بالنسبه لي ادمه حلو على اي عمل بيدخل. ده اي ادم خير، وعتبته خضرة زي ما بيقولوا. اللهم بارك. فبجد ربنا يوفقك. ولو ان ما كانش كده مع اشرف عبد الباقي على فكره. انت مكسره له. تيجي نعمل رز العزومه ده يوريك. طب ما تيجي تعمله انت رز. يلا بينا، خش. بص هنا الحله ايه، حط معلقه زيت. فين؟ ادي الازازه اهي. اوكي، حط معلقتين زيت. افتح دي كده. ايوه افتح دي. كل اللي انت هتعمله ان انت تحط ايه، حط ما تقلقش، بس كده تمام. ده زيت عادي صح؟ زيت عادي. اي نوع توابل ارمي بقى عندك، حته ارم خشب. يا سلام، فصين حبهان. ايوه بسرعه بقى اهو. ماشي اهو. ليمونه والقرنفل. قرنفل عظمه. قرنفل. وخد ورقتين لورا. حلو، انزل بالرز بقى، انزل بالرز. فين كده؟ من غير ما يتغسل؟ من غير ما يتغسل. ماشي، يلا بينا. هات معلقه بقى من المعالق اللي فوق دي. حاضر. يبقى انت كده عملت الرز. عملت ايه الاول؟ حطيت الزيت. التوابل. ها، الزيت ثم ها؟ التوابل. ايوه، وبعدين بس ما حطيناش لسه المي، الملح. هنحط بعد الملح، بعد الميه عادي في اي وقت. بعد الميه او قبل عادي. حلوين. حلو. سموح، مين اصحابك المقربين، او يعني اذا كانوا معاك في شبرا او بقوا كلهم زمان. بعيد عن الفن يعني. اللي محاسب، اللي محامي. لان حضرتك انا 2 ليسانس يعني، معايا ليسانس حقوق. الله. في اصحابي كتير قوي محامين. أيوة. او كلام نيابه، واصحابي اداب مسرح. انا معايا الاثنين. معاك 2 ليسانس. وبعدين اشتغلت فتره كبيره مساعد مخرج، فبرضه اصحابي الاكثر من الممثلين المخرجين او مديرين التصوير يعني. ده حقيقي. طب الكلام ده كله بقى فادك في شغلك قد ايه؟ يعني فكره ان انت كنت مساعد مخرج، فبتبقى فاهم اكتر شويه من الممثل. بص انا اكتر حاجه فادتني دراستي للحقوق كمان، لانها هي كانت وانت بتمضي العقود. لا مش عقود، انا خايف كتير فنانين ده بتركز في التفاصيل. لسه بنتكلم يا استاذ عثمان محمد علي، واعتقد الفنان محمود ياسين يعني. في ناس درسوا حقوق كتير. هي كانوا بيقولوا لنا ايه يا استاذه منى؟ يعني مثلا يقولوا بعض الفقهاء يقولوا مثلا ان العقوبه دي لا تصح. ليه؟ اساندهم. فانت تبقى مقتنعه جدا. وبعدين فقهاء اخرين يقولوا عكس الكلام اللي هم بيقولوه وتقتنع بيه جدا. وبعدين يجي دكتور الماده يقول لك انت رايك ايه؟ فهي علمتنا اعمال العقل يعني. ايوه، ودي اللي على فكره فطنت ليها وزاره التربيه والتعليم مؤخرا، ان بقى لها كام سنه، ان لازم يبقى فيه تعلم مش تعليم. يبقى مفيش صحيح. حفظ، يبقى فيه فهم. صح. فده طلع جيل فاهم، مش حافظ وبس. طبعا طبعا.